أولى مراحل تطوير مشروع الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس ملتقيا بالسادس دخلت شبكة الطرق اليوم، فقد افتتحت الهيئة العامة للطرق وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور المرحلة الأولى وربطها مع وصلة الدوحة، حيث يسهل افتتاح المشروع الحركة المرورية للدائري الخامس والسادس مع طريق الجهراء. الهدف من المرحلة هذه هو تسهيل الحركة المرورية الدائري الخامس والدائري السادس مربطة مع وصلة الدوحة بانسيابية بحيث تربط القادم من منطقة الجهرة باتجاه الدائري الخامس أو مباشرة على الدائري السادس عن طريق وصلة الدوحة، وهو عبارة عن تقاطعين رئيسيين. التقاطع هذا اللي احنا واقفين فيه الحين، وإن شاء الله راح نروح للمكان الثاني. وطبعا بالمناسبة هذا المشروع اللي تم توقيعه وبدأ العمل فيه خلال من قبل سنتين في 2016 تحديدا في شهر مارس، ونسبة الإنجاز وصلت إلى 54%، وهي متقدمة على البرنامج الزمني ب 9%. وإن شاء الله من المنتظر افتتاح المرحلة الثانية من هذا المشروع، الجسر الرئيسي على الدائري الخامس، قبل نهاية هذا العام. وأما الجسر الأخير اللي هو طوله حوالي 2.8 كيلومتر أيضا على الدائري الخامس، الجزء الرئيسي إن شاء الله سوف يتم افتتاحه مع نهاية العام القادم مع نهاية المشروع بالكامل.